بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 46 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع إبراهيم أبو حامد من الرياض السويدي. الأخ إبراهيم بعث بعدة رسائل إلى هذا البرنامج ومنها هذه الرسالة، ويسأل عن مراتب الإيمان مع التفضل بشرحها، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإيمان كما عرفه أهل السنة والجماعة هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وله أركان ستة هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، وله شعب كثيرة تزيد على 70 أو على 60، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ولا شك أن الإيمان يتفاضل ويقوى ويضعف ويزيد وينقص كما قرر ذلك أهل العلم، فهو يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. ولهذا يجب على المسلم أن يحافظ على إيمانه وأن يكثر من الطاعات ويبتعد عن المحرمات. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل فضيلتكم شيخ صالح عن صفات أولياء الله المذكورين في الكتاب والسنة، جزاكم الله خيرا. أولياء الله لهم صفات كثيرة، أعلاها ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فوصفهم بصفتين: الإيمان والتقوى، وهاتان الصفتان يجمعان خصال الإيمان كلها وشعب الإيمان، كلها تدخل تحت الإيمان والتقوى. وأولياء الله يتفاوتون في ذلك، فأتقاهم لله وأقواهم إيمانا تكون ولايته لله أكثر، وكل ما ضعفت التقوى أو ضعف الإيمان ضعفت الولاية. ولكن المؤمنون كلهم أولياء الله بحسب إيمانهم وبحسب تقواهم، كلهم أولياء الله. والله سبحانه وتعالى يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين. وكل ما قوي إيمان العبد وقويت تقواه فإنها تقوى ولايته لله عز وجل. وهذا كما ذكرنا يتفاوت بتفاوت الإيمان والتقوى. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع الإيمان به وتقواه ومحبته وطاعته، وأن يجعلنا والمسلمين من أوليائه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤاله الأخير في هذا اللقاء يقول: امرأة تقول إنها صامت اليوم الأول والثاني من رمضان ثم أسقطت وهي في الشهر الثاني، وكان هناك نزيف ونومت بالمستشفى حتى توقف النزيف ثم خرجت واستمرت في الصيام، فما حكم صيام اليومين الأولين؟
إذا كان هذا النزيف، إذا كان الإسقاط إسقاط الحمل لشهرين فقط، فإن صيامها صحيح ولو كان عليها دم، لأن هذا الدم لا يعتبر نفاسا وإنما يعتبر نزيفا، فيصح منها الصيام. تجب عليها الصلوات الخمس لأنها تعتبر قاهرة، لكون هذا الحمل لا حكم له من ناحية ما يحصل بعده من دم، فإنه يعتبر هذا الدم دم فساد، دم نزيف، لا يمنع الصيام والصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كانت قد أفطرت طيلة مدة تنويمها في المستشفى شيخ صالح، فهل لكم من كلمة يحفظكم الله؟ إذا كانت أفطرت للمرض كونها مريضة، نعم، فلها الرخصة في ذلك وتقضي هذه الأيام. الحمد لله. نعم. أما إذا كانت أفطرت ظنا منها أن هذا الدم يمنع الصيام فهذا خطأ منها. الله المستعان. وعلى كل حال تقضي. الله المستعان. ما أفطرت. الله المستعان. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من إحدى أخواتنا المستمعات من السودان، تقول أم حذيفة، أم حذيفة تسأل هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب أو تستمع إليه من المذياع؟ أما استماع القرآن للحائض فلا بأس به، أما قراءته فإنها لا تقرأ القرآن إلا عند الضرورة، إذا كان لها حفظ من القرآن وتخشى من نسيانه إذا تركته في فترة الحيض فإنها تقرأه على الصحيح. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز لها أن تتحصن أو تحصن أبناءها وهي في العذر الشهري؟ جزاكم الله خيرا. ما معنى تتحصن؟ يبدو لي أنها تقصد الأوراد، والله أعلم. لا بأس بالإتيان بالأوراد الشرعية من الحائض والجنوب، لأن الممنوع هو قراءة القرآن، أما الأذكار نعم والأدعية فلا بأس بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للإنسان أن يصلي ويصوم عن غيره، يعني كدين على أحد أقربائه كي يقضيه عنهم؟ جزاكم الله خيرا. إذا مات الإنسان وعليه صيام واجب من نذر أو كفارة أو قضاء من رمضان على الصحيح، فلا بأس أن يقضي عنه وليه أو أحد من المسلمين، وذلك ينفعه إن شاء الله. قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كنت متوضئة للصلاة وحلبت الشاة، فهل ينقطع الوضوء؟ لا ينقطع الوضوء بحلب الشاة، ليس هذا من نواقض الوضوء. نعم. جزاكم الله خيرا. وضحوا لنا فضل سورة ياسين. ورد في فضائلها حديث ذكرها الحافظ بن كثير في بداية تفسير هذه السورة، فليراجعها السائل، وهي سورة عظيمة. طيب. ومن جملة ما ورد فيها أنها تقرأ على المحتضرين. أنها تقرأ على المحتضرين عند الموت. نعم. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، بعض الناس لا يفرق بين المحتضر والمتوفى، إذ يقرؤونها حتى على الميت في قبره أو لو كان في بيته لكن بعد وفاته، فهل لكم من كلمة يحفظكم الله؟ قراءتها على الميت بعد وفاته على جنازته أو على قبره هذه القراءة من البدع المحدثة، لأنها لم يرد بها دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي بدعة ولا ينتفع بها الميت. أما القراءة على المحتضر ففيها فائدة له، أنها تذكره بالنطق بالشهادة وتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، أو يستفيد من سماع القرآن عنده، خلاف الميت فإنه لا يستفيد من قراءة القرآن لأنه ميت. نعم. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، بعض الناس لا يفهم معنى كلمة المحتضر، فهل تتفضلون بتوضيحها؟ المحتضر هو الذي حضرت ملائكة الموت لقبض روحه. حضرت ملائكة الموت لقبض روحه، وهو من يقاسي من نزع الروح. هذا هو المحتضر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من أحد الأخوة المستمعين آثر في رسالته عدم ذكر اسمه، يسأل ويقول: ذهبت إلى صلاة الجمعة
وفي منتصف الخطبة تذكرت أنني لم أتوضأ، فكنت في حيرة من أمري، أترك الخطبة وأتخطى رقاب الناس وأذهب للوضوء أم أبقى جالسا؟ لو تكررت هذه الحالة كيف أتصرف؟ جزاكم الله خيرا. إذا تذكرت أنك لست على وضوء والإمام يخطب للجمعة فإنك تنصرف وتتوضأ وتعود لسماع الخطبة، وكذلك إذا تذكرت وأنت في الصلاة فإنه يجب عليك أيضا أن تنصرف ولا تستمر في الصلاة وتتوضأ وتعود للصلاة. أما أن تستمر في جلوسك أو في صلاتك وأنت على غير وضوء فهذا في الصلاة ظاهر البطلان وظاهر التحريم، أما في حال الخطبة فإن ذلك يفوت عليك الصلاة، فينبغي لك أن تخرج وأن تتوضأ من أجل أن لا يفوتك شيء من الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أنا أدرس في المدرسة والمواد الدراسية لكثرتها تكاد تأخذ كل وقتي، حتى أنني بالفترة الأخيرة أصبحت متعبا من التوفيق بين الدراسة وبين أمور هذا الدين القويم من الذهاب إلى المسجد وحفظ للقرآن الكريم، ويصر أبي على أنه يجب أن أكون من المتفوقين، وإذا لم أكن كذلك قال هذا كله بسبب ذهابك للمسجد. وجهوني جزاكم الله خيرا. هذا الكلام الذي نقله السائل عن أبيه وأن سبب إخفاقه في الدروس هو من ذهابه إلى المسجد هذا كلام باطل، بل العكس هو الصحيح، أن الذهاب إلى المسجد والمحافظة على الصلاة تعين على الدروس وطلب العلم وتعين على مصالح الدنيا والدين. قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، والمحافظة على أمور الدين لا تتنافى مع الدراسة بل إنها تعين على الدراسة تسهلها، فعليك بالمحافظة على أمور دينك والمحافظة على الدراسة أيضا ولا تنافي بينهما والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان يقصد من هذا فضيلة الشيخ صالح أن حفظ القرآن الكريم يحتاج إلى كثير من الوقت، وكونه يجلس في المسجد لحفظ القرآن الكريم هذا أيضا يحتاج إلى مزيد من الوقت، وتلك الدروس تحتاج أيضا إلى وقت، فهل من كلمة يحفظكم الله؟ أما قراءة القرآن فبإمكانه أن يعني يجلس في المسجد ينتظر الصلاة ويقرأ القرآن ويحفظ القرآن. طيب. لا تعارض بينهما. طيب. يجلس في المسجد انتظار الصلاة ويقرأ ويحفظ القرآن الكريم ويتضاعف في ذلك أجره، لأنه ينتظر الصلاة ويشتغل بذكر الله وتلاوة كتابه. وأما الدروس فإن وقت الصلاة لا يأخذ كثيرا من الوقت يعطل عليه الدراسة، وقت الصلاة محدود من حين يؤذن المؤذن إلى أن تقضى الصلاة في فترة قصيرة لا يؤثر على دراسته، وعنده الليل والنهار 24 ساعة كلها المصالح الأخرى من راحة ونوم وأكل وشرب ودراسة، ومواقيت الصلاة لا تأخذ من 24 ساعة إلا أقساط يسيرة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن كونه يبقى في المسجد كل الوقت ويترك دراسته يبدو لأن لكم كلمة أخرى في هذا الشيخ صالح. لا نوجه بأنه يجلس في المسجد كل الوقت ويعطل الدراسة ويعطل مصالحه الأخرى، لكن يتجه للمسجد في أوقات الصلوات. طيب. يتجه إلى المسجد في أوقات الصلوات هذا لا بد منه. نعم. وإذا جلس في المسجد للدراسة أو لتلاوة القرآن فهذا أيضا مما يستحسن. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول عائلتي ممن يتساهلون في مصافحة النساء للرجال، وأنا أرفض هذا الأمر، وقد بينت لهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن دون جدوى، فماذا أفعل وهم الآن يستهزئون بي ويقولون الدين أيسر وأنت متشدد؟ عليك بمواصلة النصيحة والبيان والإنكار عليهم، وهذا حكم شرعي لا مجاملة فيه، وإذا كانوا يستهزئون بك أو يسخرون منك فإن الإثم عليهم والضرر عليهم هم، أما أنت فإنك مأجور إن شاء الله لأنك تنكر منكرا وتبلغ أحكاما شرعية، فعليك بالاستمرار والصبر على ما ينالك من أذاهم، ولعل الله أن يهديهم ويشرح صدورهم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أبو خالد محمد توم علي بابكر من
من منطقة مكة المكرمة بعث يسأل ويقول هل مكتوب في الأزل أن فلان مثلا سيتزوج بفلانة أم أن الإنسان هو الذي يحدد من يتزوجها على حسب اختياره؟ لا شك أن كل شيء مكتوب باللوح المحفوظ ومقدر من الله سبحانه وتعالى، كل شيء مقدر ومكتوب في اللوح المحفوظ وحاصل في سابق علم الله سبحانه وتعالى، ومع هذا فالإنسان أيضا أعطاه الله اختيارا وإرادة ومشيئة يقدر بذلك على أن يفعل ما قدر عليه في اللوح المحفوظ، يقدر أن يفعل ويقدر أن يترك. ومن ذلك قضية الزواج، فالإنسان يتزوج باختياره ويختار المرأة التي تناسبه، ولكن هذا لا يتنافى مع ما كتب في اللوح المحفوظ وسبق به علم الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. صيام السبعة الأيام التي أمرنا بصيامها بعد الرجوع من الحج، هل يجب صيامها متواصلة أم يمكن تفريقها؟ وهل علي ذنب إن لم أصمها مباشرة بعد الحج، علما بأنني حتى الآن لم أصمها وقد كان حجي في العام الماضي؟ لا يشترط المتابعة في السبعة الأيام التي يصومها المتمتع إذا لم يقدر على الفدية إذا رجع إلى أهله، يجوز له أن يصومها متتابعة ويجوز أن يصومها متفرقة، ويجوز أن يبادر بها بعد الرجوع أو بعد انتهاء الحج، ويجوز أن يؤخرها، لأن الآية مطلقة، الله تعالى يقول صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، فالآية مطلقة، ولكن صيامها متتابعة والمبادرة بصيامها بعد انتهاء الحج أفضل تفريغا للذمة ومبادرة لأداء الواجب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من أوغندا رسالة بعث بها المستمع عمار محمد من مدرسة متاسة القرآنية، يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: لنا مسجد وهو الجامع الكبير وواسع جدا، لكن يوجد أمامه قبران في القبلة محاطان بسور حديدي حولهما، ورسم المسجد والقبرين هكذا. شيخ صالح، لو تفضلتم بالحكم أو ببيان الحكم للصلاة في هذا المسجد جزاكم الله خيرا. إذا كان القبران منفصلين عن المسجد تماما وبينهما طريق أو فضاء، منفصلان عن جدار المسجد، لهما جدار مستقل وجدار المسجد مستقل وبينهما فاصل من طريق أو فضاء، فإن هذا لا بأس به لانعزال القبور عن المسجد، لأن الممنوع هو كون القبور في داخل المسجد أو متصلة به، أما إذا كانت منفصلة عنه فإن هذا لا يؤثر والحمد لله، وكل ما أمكن إبعاد المسجد عن القبور فهو أحسن لأجل دفع الشبهة والريبة والتشويش على الناس، كل ما أمكن إبعاد المساجد عن القبور فإن ذلك أتم وأحسن. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إمامنا شيخ كبير السن يسبل إزاره لغير الخيلاء، كيف تكون الصلاة خلفه جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز إسبال الإزار أو الثوب أو البشت أو سائر الملبوسات للرجال لعموم النهي عن ذلك والوعيد عليه والوعيد الشديد عليه، فلا يجوز إسبال الثياب والملابس للرجال، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، ولو كان لا يقصد بذلك الخيلاء الكبر فإنه منهي عنه، لكن إذا كان معه خيلاء أو معه تكبر فإن الأمر أشد، وإلا فالإسبال محرم مطلقا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عادتنا نكفن الميت المسلم في خمسة أثواب، هي إزار وقميص وخمار ولفافتين، والميت المسلم نكفنه في ثلاث لفائف، فما حكم عملنا هذا جزاكم الله خيرا؟ هذا هو المستحب والأكمل، أن يكفن الرجل بثلاثة أثواب يعني ثلاث لفائف، وأن تكفن المرأة في خمسة أثواب، إزار وقميص وخمار ولفافتان. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن وباعثها المستمع محمد شفير. الأخ محمد يقول: إنني أفطرت يوما عامدا ومتعمدا من شهر رمضان قبل سنتين أو ثلاث سنوات بعد سن البلوغ، فماذا يجب علي الآن جزاكم الله خيرا؟ يجب عليك التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار والندم على ما حصل والعزم أن لا تعود لمثل هذا. ثانيا، يجب عليك
القضاء هذا اليوم الذي أفطرته. ثالثا يجب عليك مع القضاء إطعام مسكين عن التأخير إذا كان قد تأخر عن رمضان الذي بعده، عليك إطعام مسكين مع قضائه. نعم. جزاكم الله خيرا. كذلك في عادات الزواج عندنا يذبح أهل العريس خروفا أو ماعزا في الوقت الذي يأتي به ابنهم بعروسته إلى المنزل، ويدعسها العريس والعروسة في الباب الرئيسي من المنزل. ما رأيكم في هذا العمل؟ الذبح بمناسبة الزواج وعمل الطعام هذا من السنة. من السنة أنه إذا تم الزواج فإنه إذا تم العقد فإنه يعلن بالوليمة من وسائل إعلامه عمل الوليمة، فهي سنة. وهي صنعة الطعام تقديمه للناس بمناسبة الزواج، وإذا كان معه لبائح فهو أكمل. ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا من أصحابه قد تزوج قال له صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشات. ولفعله صلى الله عليه وسلم هو إذا تزوج فإنه كان يقدم الطعام لأصحابه ويعمل الوليمة لأصحابه، وهذا سنة مؤكدة لما فيه من إعلان النكاح وإظهار الفرح والسرور بنعمة الزواج. وأما قوله يدعسها من الباب فلم أفهم المقصود، هذا لا أصل له، لا أصل له. المقصود أنها تذبح وأنها تطبخ وتقدم للناس يأكلونها، وما زاد عن ذلك فلا أصل له. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل يقول كثير من النساء عندنا يذهبن إلى العرافين ونحن نقول لهن هذا حرام وكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لم ينفع ذلك، ماذا يجب علينا أن نفعل؟ جزاكم الله خيرا. الذهاب إلى العرافين باطل ومنكر، لأن العراف هو الذي يدعي علم الغيب، قد يدخل فيه الساحر والكاهن وكل من يدعي علم الغيب ويخبر عن المغيبات وعن المستقبل، وهذا أمر باطل وكفر بالله عز وجل. لا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى